بسم الله الرحمن الرحيم، نتعرف اليوم على معارك الدفاع عن الدولة السعودية الأولى. تعرضت الدولة السعودية الأولى لحملات عثمانية غازية غاشمة لإنهائها والقضاء على مبادئها. ما أبرز معارك الدفاع عنها؟ امتداد الدولة السعودية الأولى. امتدت وحدة الدولة السعودية الأولى لتشمل وسط شبه الجزيرة العربية من بلدان نجد وما حولها والمناطق الشمالية والأحساء وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية والحجاز وشرق شبه الجزيرة العربية وأطراف العراق والشام وساحل الخليج العربي. وهذه الخرائط تمثل امتداد شبه الجزيرة العربية. الخريطة الأولى تمثل امتدادها في عهد الإمام محمد بن سعود. الخريطة الثانية تمثل امتدادها في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد. والخريطة الثالثة تمثل امتدادها في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز. الحملات ضد الدولة السعودية الأولى. واجهت الدولة السعودية الأولى كثيراً من الحملات للقضاء عليها، وكان أشرسها تلك الحملات الغازية التي أرسلتها الدولة العثمانية على مدى 7 سنوات، والتي أدت إلى إنهاء الدولة السعودية في طورها الأول نتيجة لضخامة تلك الجيوش وتعاون الأعداء الآخرين مع الدولة العثمانية الغازية، على الرغم من بسالة السعوديين وانتصارهم في عدد من المعارك. بعض معارك الدولة السعودية الأولى وبطولاتها. أولاً، معركة وادي الصفراء وقعت عام 1226 من الهجرة بالقرب من المدينة المنورة بين الإمام عبد الله بن سعود وأحمد طوسون. الأحداث: معركة شديدة استمرت 3 أيام، واجهت القوات السعودية جيشاً ضخماً للقوات العثمانية الغازية بمعداته العسكرية ومدافعه. النتائج: انتصرت القوات السعودية، خسر الجيش العثماني نحو 4000 رجلاً. ثانياً، معركة تربة عام 1228 من الهجرة وقعت بين غالية بقمية ومصطفى بك. الأحداث: اتجاه قوات الدولة العثمانية بقيادة مصطفى بك إلى تربة للاستيلاء عليها. تنظيم الدفاع عن تربة وإدارة غالية البقمية للمدافعين عن البلدة وحفزهم وتنظيم المؤن وتوزيع الأسلحة عليهم، وذلك لمرض زوجها أمير البلدة في أثناء الحملة وإخفائها ذلك عن الناس. النتائج: انهزام القوات العثمانية أمام قوات الأبطال السعوديين، خسارة العثمانيين المئات وفرار البقية تاركين أسلحتهم ومدافعهم. ثالثاً، معارك عسير وزهران عام 1228 حتى عام 1230 وقعت بين طامي بن شعيب وبخروش بن بعلات ومحمد علي وعابدين بك وأحمد طوسون. الأحداث: توجهت القوات العثمانية بحملات متعددة للاستيلاء على الأجزاء الجنوبية من الدولة السعودية الأولى. حدثت معارك شديدة صمدت فيها القوات السعودية وقاتلت ببسالة. النتائج: انتصرت القوات السعودية، قاتل الأبطال طامي بن شعيب وبخروش بن بعلاس بشجاعة، حيث أربكوا قوات الدولة العثمانية الغازية وقتلوا كثيرا منهم. تمكنت القوات العثمانية الغازية من أسرهما وقتلهما رحمهم الله. رابعاً، معركة الرس في القصيم عام 1232 من الهجرة وقعت بين الإمام عبد الله بن سعود وإبراهيم باشا. الأحداث: استمر إبراهيم باشا 3 أشهر ونصف شهر يحاول الدخول إلى الرس وهزيمة القوات السعودية، ولكن صمود أهاليها وقوات الدولة السعودية الأولى منعته من ذلك. طلب إبراهيم باشا من والده محمد علي المساعدات وشن 3 هجمات أخرى. النتائج: لم يتمكن إبراهيم باشا من الدخول إلى الرس، أنهى إبراهيم باشا الحصار بالاتفاق مع الإمام عبد الله بن سعود. خامساً، معركة الدرعية وسقوطها عام 1233 من الهجرة وقعت بين الإمام عبد الله بن سعود وإبراهيم باشا. الأحداث: حاصرت القوات العثمانية الدرعية 6 أشهر، قاتلت القوات السعودية بشجاعة، اشترط الإمام عبد الله مقابل الاستسلام حقنا للدماء على إبراهيم باشا ألا يتعرض للأهالي وممتلكاتهم فوافق. النتائج: خان إبراهيم باشا العهد، وهذا يتنافى مع المبادئ الإسلامية وأخلاقيات الحرب. ارتكب إبراهيم باشا قتل أهالي نجد وتجويعهم وحرق مزارعهم ووضع علمائهم على فوهات المدافع وقتلهم. أصبحت الدرعية خراباً ودماراً بسبب وحشية إبراهيم باشا. نقل إبراهيم باشا الإمام عبد الله بن سعود إلى القاهرة ثم إلى اسطنبول، حيث قتل أمام قصر السلطان العثماني وهو يعذب.
ما الدروس التي لنشاط واحد؟ ما الدروس المستفادة من المعارك التي خاضتها الدولة السعودية الأولى ضد الغزاة العثمانيين؟ هذا طبعا يدل على شجاعة وبسالة طبعا الدولة السعودية، أيضا كذلك يدل على إنه الدفاع عن الوطن هذا موجود طبعا من عهد الدولة السعودية. أما بالنسبة إلى نشاط 2، على الرغم من تخريب الدرعية وتدميرها من الغزاة العثمانيين، تعود الدرعية اليوم بعد تطويرها لتكون مقصدا للزوار والسياح ومبعثا للفخر. يرجع الطلبة إلى موقع هيئة تطوير بوابة الدرعية ويقومون بالآتي، طبعا هنا نفتح اللي هو الباركود ونجيب طبعا اللي هو على هذا الإجابة اللي هو أهمية موقع الدرعية، طبعا الإجابة نلقاها في هذا الباركود.